من الحليب والأجبان والريجوتا الباجية إلى موسم جني الزيتون الذي انطلق هو أيضا في ظروف غير الظروف وفي توقيت غير التوقيت. برنامج عن قرب تحدث مع الفلاح كما زار أيضا معصرة زيتون الشمال. فما تكنيك نخدمه بيه في الزيتون طوره بحكم أني مشيت لإسبانيا، مشيت اليابان، مشيت لإيطاليا، شفنا كيفاش المعاصر متاعهم اتطورت غاديكا بالكدا بالكدا. تقنيات جديدة هي التقنية في خدمة الزيتون. هو احنا لهنا كيفاش التقنية القديمة اللي خدمنا بها الأولاني كانت التقليدية، كانت بالبريس العربي هذا اللي خلطنا عليه، وبالشوامي اللي مخدومين بالحلفة ومن بعد ولاو بلاستيك. من بعد جاو هذوما الشين كونتينيو نسموها، هذه معاصر. التقنية القديمة الجديدة هي في الشان هذه الموجودة والمعمول بها تو نسبة مثل نسبة 90% اللي نخدموا بها في تونس، هو أنه كي تجي تعصر الزيتون تخدم تخرج لك الماكينة المرجين والفيتورة والزيت. لكن بحكم التقنية هذه ولات تقلقنا في المرجين اللي هو مادة ملوثة، ولينا في إسبانيا وفي إيطاليا يخدموا بتقنية جديدة باش ينقصوا من كمية المرجين اللي هي ملوثة للمحيط وأكبر آفة تمثل للمائدة المائية. تقنية جديدة أنه ولا ما عطناش نعطيه ماء للزيتون باش نعملوا هكا السيباراسيون، الفصل بين الزيت والفيتورة والمرجين. ما عدناش نعطيه ماء، ولينا نستغلوا في المرجين هو بيدو متاع الزيتون. مثلا تكون الكمية مضاعفة ولا الكمية حد المرجين الموجود. هي التقنية هذه نسموها دو فاز. الدو فاز هذه نخرجوا الفيتورة مع المرجين ونخرجوا الزيت. التقنية هذه صحيح تكلفت لنا برشا، يلزم معدات جديدة وبرشا، مثلا تتكلف مع زيد يعني نقص اليد العاملة، شو نقولوا احنا المؤهلة مكاكة المتكونة هذه. بون تقلقنا شوية والحمد لله ولاباس. والله الصابة كانت باهية، العوامل المناخية هي اللي ضرت، العوامل المناخية الجفاف هذايا خلانا لحد الآن أنا نتصور أنه 40% من الصابة نقصت على اللي موجود. مش نحكي لك على السنين الأخرين، الصابة اللي كانت موجودة على رؤوس أشجارها نقصت بها الجفاف هذايا، نقصت وأثرت مام حتى على الجودة متاع الزيت. إن شاء الله ربي يعطينا خيراته، أما التدارك مهما يكون الضرر حصل، مهما يكون نتصوروا الضرر حصل إن شاء الله. كما قلت إذا كان باش نخدمه نحن للعام الجاي، وذاك هو على الأقل الزيتونة تعطي سبل باش نحضروا للعام الجاي. مع عام السنة الضرر حصل حاجة. الأسعار إيش نتوقعها بون ممكن عندها دخل لأنه نقص الزيتونة في إسبانيا، بحكم إسبانيا أكبر مصدر في العالم أجمع بتاع زيت زيتونة، يتوقعوا الصابة متاعها سنة هبطت بنسبة 70% بين 70 و50%. الصابة متاعها دونك مش يقع الضغط علينا احنا شوي، نتصور الأسوامات غالية. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، تو أنا مثلا ساعات يجي واحد يقول زيت الزيتون نحبه ب6000 ولا ب7000، علاش؟ إذا كان باش نحطوا زيت الزيتون راهو ب6000 ولا ب7000، دونك يلزمك تشري كيلو الزيتون من عند الفلاح في الدينار، في الدينار و200، ما بين 800 وما بين الدينار و200. هو الفلاح اليد العاملة تكلفت له غالية، ما عادش يوصل ساعة على ساعة. احنا نخضروا في الزيتون ونشوفوا اليد العاملة اش تتكلفنا، تكلفنا بين 500 والدينار اليد العاملة. انت والزيتون اش يجيك معبي ولا ناقص؟ دونك يعني الاسعار بتغلى بطبيعتها. دونك اذا كان اسبانيا طلبت الزيت مع زيت، المشكل اللي اثر زيت المسطورة المايس اغلى، دونك باش كلها باش ترجع لزيت الزيتونة. والله الاشكاليات الوحيدة احنا كمعاصرية هي مصبات المرجين. نصب مثلا تو كما انا معاصري مثلا كنعمل مشروع كما هكا
ويجي عنا المصب نتاع المرجين اشكال ماذا بين الدولة تعاوننا. هذا نجي تعمل جروب مع عصرية مثلا 5-6-10 يتشاركوا في مصب. لا هي تخليك وحدك مثلا تقول لك لا اعمل مصب، المصب يتكلف. فالظروف نتاع تويكه باش تاخذ قطعه ارض في باجه وما يخفاكش باجه، ولا باش تعمل بيتون ارمي، ولا باش تعمل له الباش البلاستيك، شي يتكلف لك في حدود 300-400 الف دينار انت باش تعمل مصب مرجي. هي الدوله أموات طالبين منها توفر لنا قطعه الارض هذه، واحنا مستعدين ان نتشاركوا مع عصريه. هذه هي الاشكاليات الوحيده. الاشكال الاخر يتمثل انه دخلاء برشا على تو. انا كمعاصري نجي مثلا نبيع ترد زيت الزيتون ب 15 دينار، شنو نحسب فيها؟ نحسب فيها كيلو الزيتون اللي شريته والعصر نتاعو باش وصل زيت خرج قداش يتكلف؟ التكلفه باش ناخذه وكت 300 باش ناخذ معاها مش ربح. صابة الزيتون وإن تراجعت إلا أن جودة زيت الشمال يبقى الأفضل من حيث المذاق والجودة العالية رغم ارتفاع أسعاره من سنة إلى أخرى. السلام الحاج. السلام عليكم ورحمة والديك. بديت في جني الزيتون. أي أي. وجبت المعصرة. أي. وشنو الصابة اليوم؟ باقي متحسن والزيتون أما شايح مثلا مش مطر. مطر مثلا ماش. مش كالعادة. لا لا لا. شايح. قليل تم تلقى فيها الراوي تلقى فيها اللع. الأكثرية لا. طيب فليح أنت؟ لا لا جبت الرجل أنا. جبته أنت معناها تعمل نقل؟ إن شاء الله هاي. إيه شنو توا ظروف النقل و... والله إن شاء الله لاباس إن شاء الله ماهيش هي إن شاء الله لاباس. إحنا توا مشكلتنا المطر إن شاء الله ربي يسهل في المطر. بسبب المطر تتحرك الدولاب يولي لاباس بحول الله ويولي الزيتون موجود ويولي يروي الزيتون اختراف فيها حتى جويد فهمني والله. واللي راوي الكعب وباين ولا نجم نتحرك واحنا نخدموا احنا زاد ناخذ وقت تخدم. انتوا معلش نحيتوه توا؟ والله نعرف هو عندنا فكره ديما الكبار يقولوا ديما من الاول ديما تلقى فيه الزيت فهمتني؟ الزيتون الزيت كعبه الزيتون تبدا يابسه تلقى فيه الزيت خير بعد ثروه تصب شويه مطر واحد وكذا مش مطر 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 برشا معناها تولي تولي عامل مرجين ولي ما تلقاش فيه زيت برشا. قد ايه تتباع لتر الزيت؟ الزيت وصل لتر وصل 15000 ب 2000 فرنك الزيتون الكيلو تو. عملوا بقد ايه؟ عملوا ولا خدم 1450 خدم 12000 لتر يظل 12000 11000 10000 50 فرنك معناها يولي يزيد 2000 ولا مش 500 عملوا 1450 فرنك سنه 2000 الكيلو 2000 كامل اي 2000 اي قايم 15 فما فوق لتر كيفاش؟ انا لتر ماشي ماشي ماشي